استحدثت ناس أنواع جديدة وكتيرة من الشغل، وخاصة في مجال التجارة، وبقى في كده إيه خدمة ممكن تتقدم بشكل مختلف وحاجات تبقى مختلفة. خليني أقول لكم مثلا، إحنا هتلاقي مثلا ناس بتشتغل في مجالات أنت مش متعود عليها، يعني ما سمعتش عنها قبل كده، والمجالات دي مثلا بشكل جديد. في الآونة الأخيرة شفنا كده وبنتابع بنجسد دور الفنانة غادة عبد الرازق أو عايدة في رمضان السنة دي، وهي التجارة أو الشغل في سموم العقارب، فكرة سموم العقارب. فطبعا احنا ما سمعناش عن الحاجات دي، وايه الانواع دي، وايه الحاجات دي، وايه اللي بيحصل بالظبط، احنا مش عارفين يعني. فخلينا كده نروح زي ما انتم شايفين، ده جزء من مسلسل صيد العقارب، ونروح لدكتور محمد عبد الرحمن، وهو استاذ السموم قسم علم الحيوان كليه العلوم جامعه قناه السويس. خلينا نشوف مع دكتور محمد عبد الرحمن. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. يعني يمكن حضرتك، احنا تابعنا في مسلسل صيد العقارب مساله السموم المختلفه، فبرضو كلمنا عن الحكايه دي. والله فعلا في الفترة الأخيرة انتشرت موضوع تجارة السموم واستخلاص السموم من الحيوانات السامة، وخصوصا العقارب لأهميتها طبعا، والارتفاع أسعار السموم. فبالنسبة للعقارب، لأن العقرب ده من الحيوانات اللي هي الغريبة فعلا في العالم كله، في حوالي 2500 عقرب، في مصر بس في 24 نوع من العقارب مختلفة، السمية بتاعتها متدرجة من نوع إلى نوع. العقرب ده في آخر، حضرتك في آخر الديل بتاعه في عقلة صغيرة خالص موجود فيها غدة أو غدتين من السم، بتصنع اللي هي السموم داخلها، والسموم بتستغلها في الدفاع عنها، وأيضا في عملية الغذاء نفسها عشان تصطاد بيها الفرائس. فتخيلي حضرتك ان نقطة السم اللي هي بتنزل من العقرب اللي السادة المشاهدين شافوها في المسلسل، أيوة، دي بتحتوي على اكثر من 200 مركب كيميائي، والمركبات الكيميائية دي 200 مركب كيميائي. اكثر من 200 مركب كيميائي ووظائفها مختلفة جدا. ففي مجموعة من المركبات دي بتستهدف مثلا الجهاز العصبي، مجموعة من المركبات الأخرى بتستهدف الخلايا، بتدمر الخلايا، في مجموعات أخرى من المركبات. فباستخدام بقى التقنيات الحديثة في مجال العلوم، قدرنا فعلا أو قدر العلم إن هو يستخلص هذه المواد ويطور هذه المواد لمنتجات دوائية ممكن تستخدم في مجال الطب والصيدلة. فبالتالي بدأ الاهتمام بالسموم الطبيعية، وخصوصا سموم العقارب. استخلاصها، تخيل حضرتك ان جرام سم العقارب لو هو ان هو يتصدر بره بيبقى سعره مرتفع جدا، بيصل الى 10,000 او 12,000 دولار. ده الجرام الواحد ب 10,000 او اكتر، جرام الواحد من سم العقرب. فكده هنا التجاره نفسها في صيد العقارب هي تجاره علشان انه يحصل كمان على السموم يعني. فعلا يعني التجاره نفسها باستخدام العقارب، استخلاص سموم العقارب عشان بيعها، سواء تصديرها او استخدامها في المجال المحلي، انها داخله في مجالات كتيره، مجالات دوائيه، مجالات تحضير اللي هي مستحضرات التجميل، فبالتالي هي مفيده أكيد. جدا. اكيد يا دكتور، انت سعيد انه الدراما السنه دي بتقدم موضوعات مختلفه يعني، وده تخصص حضرتك يعني، وحضرتك استاذ ودكتور واكيد يعني من الدرايه في كليه العلوم، ولكن اكيد ده بيساعدك انه يبقى في موضوعات ومعلومات الناس تبدا تسال عليها من خلال متابعتها لمسلسل. الو، انا سامعاك يا دكتور، اتفضل. تمام يا فندم. انا فعلا طبعا سعيد ان بالذات يعني هم اختاروا صيد العقارب. العقرب فعلا حيوان غريب يعني طبعا. وبينتج مجموعات مختلفه من المواد الكيميائيه فعلا. يعني تخيل حضرتك ان
احد المنتجات اللي طالع واحد المركبات اللي طالع من سوريا بيستخدم حاليا في تشخيص وعلاج بعض الاورام الخطيره مثلا لسرطان اللي هو المخ، مستخلص منها بعض المركبات سبحان اللي الله، بتستخدم ممكن يعني تستخدم. وخلقنا منه الداء والدواء يعني أكيد يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الرحمن على هذه المعلومات، أستاذ السموم بقسم طبعا علم الحيوان كلية العلوم جامعة قناة السويس.